هاي جايز، ازيكم؟ عاملين ايه يا معلمين؟ النهاردة احنا خلصنا يونت 1 وخلصنا منها ودخلنا في يونت 2 وخلصنا ليسن 1 وليسن 2. النهاردة هناخد زي جنرال نوتس على الدرس الاول والتاني في الوحدة التانية، تمام كده؟ فسريعا يلا نبتدي. عندي الفعل تيك. تيك معناها يأخذ. طبعا هنا بقول it takes، هنا it للمفرد، فتيك لازم تاخد اس، تمام كده؟ طيب ماضي تيك ايه؟ توك، تمام؟ يبقى دي تيكس في حالة المضارع وتوك في حالة الماضي. الفيرب تيك او الفعل تيك يأخذ، ده لو انا جبت وراه تايم. تايم يعني فترة زمنية. الفترة الزمنية دي بقى whatever، اي فترة زمنية انا هتكلم عنها، وبعد كده بيجي حرف الجر تو، وبعد تو زي ما احنا ما متعودين بيجي مصدر. اوكي، فمعناها ايه؟ لما انا اكون عايزه اعبر عن شيء واقول ان الشيء ده بيستغرق وقت معين للتعبير عما يستغرقه فعل شيء ما، هنستخدم الاكسبريشن او التعبير ده على بعضيه. زي مثلا هنا في الجمله لما قال it took 8 years، it took 8 years to complete the citadel. معنى الجمله ان السيتادل القلعه استغرقت او اخذت، لو انا هتكلم بالعاميه كده، اخذت حوالي 8 years يعني 8 سنوات to complete علشان تكتمل او يتم بنائها. فهنا بالعاميه هقول اخذت او استغرقت، تمام كده؟ طيب بيقول لي كمان ان الفعل ميك دوت لما انا بستخدمه في جمل تانية احيانا مش بيبقى معناه ميك يعني يصنع، لا معناها يجعل او يسبب. زي ايه مثلا؟ وبيتبعه يتبع بالمفعول ثم مصدر الفعل او صفه. مش فاهمه يعني ايه الكلام ده. دي القاعده اللي انا همشي عليها، تمام كده، اللي هي داخل البرواز ديت. ميك الفعل ميك وبيجي وراه المفعول. خلينا نتفق مبدئيا، انا عندي مفعول كتير بس خلينا نتفق مبدئيا على مي، وبعد كده بيجي وراها مصدر او صفه. الامثله هتوضح لي اكتر. زي مثلا لما اقول ايه، هي ميكس مي لاف، he makes me يعني هو صنعني، لا هنا بقى الترجمه هتبقى ايه، he makes me يعني خلاني او جعلني، خلاني اضحك يعني. فهنا كلمه لاف معناها يضحك. الجي والاتش هنا في الكلمه دي هتديني صوت الاف، تمام. he makes me laugh يعني خلاني او جعلني ان انا ايه اضحك. my chills smile makes me happy يعني ابتسامه طفلي، هنا الاس ديت ابوستروف اس دي بتاعت الملكية، يعني ابتسام طفلي ميكس مي يعني جعلتني، كلمة ميكس مي جعلتني او خلتني هابي سعيدة، تمام كده. يبقى خلصنا من الفيرب تيك. اوكي، نيجي البوينت تانية هتكلم عنها اللي هي الفعل فيل. فيل معناها يشعر او يحس. بيقول ان هنا ممكن يجي ورا الفعل فيل adjective يعني صفة، بيجي وراه دايما صفة. زي مثلا لما أقول I feel pleased when I see the wonderful views، يعني معناها أنا شعرت بالسعادة أو بالسرور. when يعني عندما، I see the wonderful views لما شفت المناظر الخلابة أو المناظر الجميلة، تمام كده. طيب ممكن أقول I feel hot يعني أنا حاسس إن أنا حران. I feel cold حاسس ببرد. ندى feels hungry معناها ان ندى تشعر او تحس بالجوع، hungry، تمام. طبعا هنا feel حطنا لها اس عشان الجملة دي في زمن المضارع، وعندي ندى مفرد، فالمفرد في حالة المضارع لازم اضيف للفعل اس. اوكي، لكن هنا I feel ما حطناهاش اس، لان I هنا رغم ان I معناها انا مفرد، بس نتفق مع بعض ان الضمير I بيعامل معاملة الجمع، فهقول I feel مش هضيف لها اس، تمام. هنا بعد كده عندي مثال بيقول لي كمان الفعل become معناه يصبح، يتبعه صفة ويأتي بمعنى يصبح. الفعل become ده دايما بيتبعه صفة، زي المثال اللي عندي the bridge became too busy، يعني معناها ان الكوبري اصبح too busy. too busy يعني مزدحم جدا او مشغول جدا. هنا busy دي هي الصفة اللي جت ورا الverb became هنا في حالة الماضي، تمام. طيب عندي برضو مثال كمان بيقول لي لاحظ استخدام التعبير الآتي كصفة لكلمة كسر نيل بريدج. ازاي؟
لما أقول the 382 meter long قصر النيل bridge، لاحظ عدم جمع كلمة meter لأنها مسبوقة بعدد بعده شرطة. يعني إيه الكلام دوت؟ هنا لو أنا جبت الرقم ده، طبعا الرقم ده كبير جدا، ده جمع تمام، بس هنا لو لاحظت هلاقي إن كلمة متر دي مش متضاف لها اس، مع إن العدد هنا النمبر هنا عندي كتير جمع، قال لي علشان في الشرطة دي. فدايما لما نشوف عدد ووراه الكلمة دي بس مفصولة بالشرطة دي، مش هنجمع كلمة متر تمام كده، ومش هنضيف لها اس، وخدوا بالكم عشان دي بتيجي موضوع سؤال تمام. نيجي لآخر حاجة معانا أو آخر بوينت معانا، كلمة تو معناها أيضا، بيجي وراها دايما صفة، بنستخدمها للتعبير عن شيء أكثر من اللازم ويأتي بعدها صفة. مثلا زي المثال اللي عندي، he is too busy، يعني معناها إن هو مشغول جدا أو كثيرا، ماشي؟ ده معنى كلمة تو، دايما بيجي بعديها الصفة. في قاعدة على كلمة تو، كلمة enough، إن الاتنين عكس بعض، تو بيجي بعديها الصفر، لكن كلمة enough بيجي قبليها الصفر، وإذا قابلتنا في الدروس اللي جاية هنبقى نوضحها أكتر. طيب عشان ما ننساش الملاحظات اللي احنا قلناها، يلا ندخل على الاكسرسايز على طول اللي على الكي فوكاب لليسن 1 and 2. نمبر 1 عندي هنا بيقولي A is a large building، مبنى كبير، for important people، للناس المهمة، تمام كده. ايه هو المبنى الكبير اللي بيكون مخصص للناس الهامين يا ترى؟ library، castle، flat، house، اكيد طبعا هيكون castle تمام كده، القلعة او الحصن والكلام ده كان زمان. number 2 that road through the town has a wide for people to walk on، هذا الطريق اللي من خلال through يعني عبرة أو خلال المدينة، لي a wide، a wide يعني واسع، for people to walk، علشان الناس تمشي عليه. ايه هو بقى اللي الناس بتمشي عليه في الطريق؟ الستيشن، ستيشن يعني محطة، ولا wall حائط، pavement stop، pavement رصيف. number 3 I like this book، أنا بحب الكتاب ده، it's a story، عايز اقول بقى طالما انا بحبه I like، it's bad story، wonderful story، wild story، or wide story. طالما القصة جميلة اكيد هتبقى wonderful. King Fuad opened قصر النيل in 1933، يا ترى افتتح ايه؟ island، way، road، bridge. ها طبعا افتتح كوبري قصر النيل. نيجي للصفحة التانية ونكمل الاكسرسايز اللي عندي، صفحة 55. number 1 many people like to walk the pavements of the bridge in the evening، كثير من الناس بيحبوا ان هم يتمشوا ايه، the pavements of the bridge، على البتاع ده الارصفة اللي على الكوبري في الايه، في المساء. walk long or walk along، walk belong، walk longer، walk along يعني على امتداد. number 2 the castle had four، القلعة ليها four، اربع ايه، one on each corner، واحدة في كل زاوية، يا ترى هيبقى القلعة فيها four ايه، towers، tours، towels، tools. towers ليها أربع أبراج، مش tours جولات، ولا towels اللي هي الفوط احنا بننشف بيها وشنا، ولا tools أدوات. number 3 قصر النيل bridge is popular with its tool line at each end، قصر النيل، كوبري قصر النيل ده يعتبر حاجة معروفة للناس ومألوفة، ليه tool line ايه، cages، houses، pictures، statues. ها اي واحدة في دول؟ طبعا واضحة statues تمام. number 4 A is usually عادة historical، تاريخي، and quiet، هادي، museum،
باس، تورست، رينفورست. رينفورست اللي هي الغابات الممطرة، تورست سائح، باس ميوزيوم طبعا الأماكن التاريخية اللي هي ميوزيوم اللي هو المتحف. نمبر 5، that woman is her photo is in all the news. Her photo صورتها is in all the news في كل الأخبار. يا ترى الست دي بقى ايه؟ famous, unpopular, ill, silent. famous. Number 6. There are wonderful of the river from the bridge. يا ترى يوجد there are، قلنا هنا يوجد للجمع، wonderful ايه؟ of the river للنهر، from the bridge من على الكوبري. يا ترى sights, views, statues, museums, views. مناظر جميلة للنهر بشوفها لو أنا على الكوبري. Number 7. It took 8 years. استغرقت أو أخذت 8 years 8 سنوات to what? The citadel. Paint, discover, visit, complete. Complete. Number 8. A what is a period of 100 years. Is a period تكون فترة 100 years فترة من 100 عام أو 100 سنة. يا ترى إيه هي؟ ال century، century تي واليو بتتنطق زي صوت الشين كده خفيف، decade، month، week، week الأسبوع، month يعني الشهر 30 يوم، decade معناها العقد وبيكون 10 سنين، هي century القرن 100 سنة. نيجي للسؤال اللي بعد كده. Number 1. The roads row. The town has a wide pavement. ها تصحيح الكلمة دي هتبقى ايه؟ أنا عايزة أقول إن الطريق اللي عبر أو خلال المدينة has a wide pavement يعني ليه رصيف عريض وواسع. تمام؟ كلمة throw من خلال أو عبرة هتبقى throw. THROUGH. والجي اتش مش هننطقها. The citadel in Cairo is one of the most important minutes. The citadel in Cairo القلعة اللي في القاهرة is one of the most واحدة من أهم الإيه؟ عايز أقول من أهم الآثار أو المعالم السياحية. هتبقى monuments. نكمل بعد كده. Number 3. It is dangerous. يعني معناها خطر. It is dangerous to walk across the busy street. طبعا من الخطر ان احنا نتمشى عبر او خلال الشوارع المزدحمة. Cross across. كل اللي انا هعمله هزود حرف الاي في الاول. Number 4. A movement is a place to walk next to the road. يا ترى ايه هو بقى مش الموفمنت؟ ايه هو المكان اللي انا ممكن اتمشى عليه بجانب الطريق اللي بيكون على جوانب الطريق؟ ها pavement. yes. Number 5. A king is the ruler of the country. A king الملك ده عايز اقول ان هو is the ruler of the country يعني حاكم المدينة او البلد. ruler هنا هتبقى تمام، لازم نكون مركزين في الاسبالي. بهنا يا حبايبي نكون انتهينا من حل التمارين على lesson 1 و 2. ان شاء الله في الحلقة اللي جاية هنشرح الجرامر اللي عندنا مقرر في اليونت دي، وان شاء الله يكون سهل. باي باي.